كان في بعض التمثيليات او بعض المحادثات في الحاجات الدراميه بنلاقي احيانا فيه اشخاص يتكلموا مع بعض يقولوا اه ده انت على فكره ده توكسيك، انت توكسيك، او يتكلم واحد مع واحده او واحد مع واحد او واحده مع واحده تقول اه ده الشخص الفلاني ده توكسيك. طب يعني الحقيقه ايه المقصود بحته توكسيك دي؟ اكيد لها فكره احنا عايزين نوضحها ونعلق عليها. لو شفنا التعبير باللغة الإنجليزية وترجمته، أولا a toxic person is anyone whose behavior adds negatively and upset to your life. Many times people who are toxic are dealing with their own stresses and traumas. To do this they act in way in ways that don't person present them in the best light and usually upset others along the way. ايه معنى هذا الكلام؟ هنا بيتكلم على انه ترجمه الكلام ده بالظبط، الشخص السام او التوكسيك بيرسون هو اي شخص بيضيف سلوكه سلبيه، يعني انت بتسحب الطاقه الايجابيه من الشخص قدامك وبتضيف له سلبيه، بتضيف له سلبيه وانزعاج الى حياتك. وفي كثير من الاحيان بيتعامل الاشخاص السامين مع الضغوط والصدمات اللي بيتعرضوا لها، وللقيام بذلك انهم يتصرفون بطرق لا تقدمهم في افضل صوره وعاده ما تزعج الاخرين. طيب لو جينا نتكلم هنا في مقاله على علامات الشخص السام، تمت المراجعه الطبيه بصدد جينيفر كازريلا دي في ديسمبر 22، بتتكلم على ما هو الشخص السام. عشان نفهم بقى الكلمه دي اللي بتتقال بالصدفه كده في وسط التمثيليات واحنا مش فاهمين معناها، اذا كنت بتعرف شخصا صعب الميراث ويسبب الكثير من الصراع في حياتك، فان من المحتمل انك تتعامل مع شخص سام او توكسيك زي ما بنقول. يمكن لهؤلاء الاشخاص ان يسببوا الكثير من التوتر والانزعاج لك وللاخرين، ناهيك عن الالم العاطفي او حتى الجسدي. الشخص السام هو أي شخص بيضيف سلوكه السلبية والإنزعاج إلى حياتك، تقعد معاه قاعدة تقوم كاره نفسك ومتشائم لأنه شحنك بطاقة سلبية. في كثير من الأحيان بيتعامل الأشخاص السامين مع الضغوط والصدمات اللي بيتعرضوا لها، وللقيام بذلك فهم بيتصرفوا بطرق لا تقدمهم في أفضل صورة وعادة ما تزعج الآخرين على طول الطريق. لا تعتبر السمية لدى الأشخاص اضطراب عقلي، ولكن قد تكون هناك مشاكل عقلية كامنة بتجعل الشخص بيتصرف بطريقة سامة، بما في ذلك اضطرابات شخصية. يعني نحاول بقى نشوف احنا تعاملنا مع حد حوالينا توكسيك ولا لا، لأن كتير من العلامات اللي هنقولها قد تنطبق على بعض الناس. فيما يلي بعض العلامات التحذيرية التي يجب الانتباه إليها إذا كنت تعتقد أنك تتعامل مع شخص سام. أول حاجة هنقول شوية صفات كده ونبحث حوالينا نشوف الصفات دي موجودة في الناس اللي حوالينا ولا. أول حاجة بتشعر إنه بيتم التلاعب بك للقيام بشيء لا تريد القيام به. تاني حاجة أنت في حيرة من أمرك باستمرار بسبب سلوكك الشخصي، سلوك الشخص. بعد كده بتشعر وكأنك تستحق اعتذارا لايقك أبدا، يعني بتتوقع منه يعتذر عن تصرف غلط لكن مش هيحصل. عليك دائما الدفاع عن نفسك امام هذا الشخص، لن تشعر ابدا بالراحه الكامله من حولهم، بتشعر باستمرار بالسوء تجاه نفسك في وجودهم. ونكمل المره الجايه، مع السلامه.